بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أقدم لكم وصفة سموزي التين الشوكي. قبل ما يخلص من السوق نعمل الوصفة الجميلة دي، هتحبوها قوي. عندنا التين المقدار اللي انت عايزاه، عندنا سكر، عندنا كريم شانتي، هما دول مقاديرنا النهاردة. التين احنا مفرزينه زي ما حضراتكم شايفين كده، متلج خالص علشان يبقى سموزي لما نضربه في الخليط. هنبدا وصفتنا دلوقتي. دلوقتي هنحط التين في الخلاط. وبعد ما حطينا التين في الخلاط دلوقتي هنشغل الخلاط علشان نطحن. بعد كده هضيف السكر على حسب الرغبة، بعد كده الكريم شانتي، وهضرب. وده السموزي بعد ما صفيناه من البذر. اتمنى يعجبكم وتجربوه.